أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أخبار السلام. اجتمعت الأطراف السودانية التي ستوقع على اتفاق السلام الذي تم إقراره في جوبا عاصمة جنوب السودان في العاصمة السودانية الخرطوم بوجود رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان وقادة الجبهة الثورية، وبحث سويا سبل تطبيق اتفاق جوبا للسلام. وخلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، قال الأمين العام لحركة تحرير السودان مني أركم الناوي إن الجبهة الثورية تعمل من أجل تطبيق اتفاق جوبا على أرض الواقع، وتعد عودة هؤلاء القادة إشارة إلى أولى الخطوات الرئيسية نحو تنفيذ اتفاق السلام مع الحكومة المركزية بهدف إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ عقود في البلاد. وقد وقعت الجبهة وهي تحالف يضم عدة جماعات مسلحة متمركزة في منطقة دارفور الغربية وجنوب كردفان والنيل الأزرق اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية في 3 أكتوبر بعد شهور من المفاوضات الشاقة في جوبا عاصمة جنوب السودان. ووفقا لاتفاق السلام، من المقرر أن يشغل زعماء الجبهة الثورية مقاعد في المجلس السيادي الذي يدير البلاد حاليا ومجلس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج الفصائل المسلحة للجبهة في القوات المسلحة السودانية، كما يمنح الاتفاق حكما ذاتيا لمحافظات النيل الأزرق وجنوب كردفان وغرب كردفان الجنوبية. قال رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمجلس الأمن جان بيير لاكروا إن هناك تحديات رهيبة وصعبة تواجه خطة السلام التي تسعى إليها الأمم المتحدة في منطقة الساحل الإفريقي، وإنه على الرغم من تفشي جائحة كورونا في المنطقة إلا أن جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة زادت فاعليتها في الآونة الأخيرة. وأعلن رئيس عمليات حفظ السلام أنه يرحب بالتنسيق والتعاون بين القوى العسكرية المختلفة المتواجدة على الساحة ومحاولة العديد من تلك القوى جعل قوات الدفاع والأمن أكثر تأثيراً من أجل الضغط على الجماعات الإرهابية تحت مظلة مجموعة G5 دول الساحل الخمس، والتي تضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. وكتكملة أساسية لجهود بناء السلام، حث السيد لاكروا على تعزيز عنصر الشرطة في القوى المشتركة لتحسين الرقابة العسكرية، وكذلك لدعم بناء المؤسسات وإصلاح السجون والامتثال لحقوق الإنسان. وسلط المتحدث نيابة عن الدول الخمس سفير مالي عيسى كونفرو الضوء على الحاجة إلى الحكم الرشيد، وشدد على أن رؤساء الدول في المنطقة يظلون ملتزمين بدعم عمليات مكافحة الإرهاب وإحلال خطط السلام وتنفيذها مع المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان. من جانب آخر، قال السفير الكندي روبرت كيثري متحدثاً بصفته رئيس لجنة بناء السلام إن بناء السلام الناجح يتطلب احترام حقوق الإنسان والتحقيقات في انتهاكات الحقوق، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف الجنسي والعرقي. إلى هنا أعزائنا المشاهدين، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة قناة البابطين الثقافية.